إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الجزء بتاع ببساطة كده. لو أنا عملت بلان، أنا عامل بلان في الماركتينج، والمفروض إن البلان دي تكون ماشية بشكل أكشلي مظبوط صحيح، سواء البلان دي كانت على مستوى الديجيتال أو على مستوى الماركتينج أوفرول أو على مستوى الـ 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 أو على مستوى السوشيال ميديا، تمام؟ مبدئيا كده بيكون في اخطاء اصلا، او السبب بتاع ان انا مش عارف اعمل كنترول. المفروض ان انا لما بعمل بلان بعمل عليها كنترول، يعني انا هل انا النتائج اللي انا حاططها صح ولا غلط، هل انا ماشي مظبوط ولا لا، هل انا الدنيا بالنسبه لي كده تمام وماشي وبحقق نتائج ولا ما بحققش نتائج، ولا انا الكلام اللي مكتوب على الورق ملوش علاقه بال ملوش علاقة بالحاجات اللي أنا المفروض أعملها. فده كله بيكون أسئلة وتفكير. طب أنا إزاي أربط ما بين الحاجة اللي أنا بعملها في البلان وما بين الحاجة اللي أنا بنفذها؟ تمام، يعني هاو تو ميك ذا كونكت، إزاي تو كونكت، تربط بشكل كبير ما بين الكلام اللي أنت بتكتبه على الورق في البلان وما بين الحاجات اللي بتحصل على أرض الواقع. ده حقيقة بيكون لمشاكل فيما قبل التخطيط نفسه والحاجات اللي انت بتعملها وانت بتبلان. يعني انا عملت بلان، سواء البلان دي زي ما قلت لك ماركتنج او ديجيتال او ايا كان، وبعد كده باجي اقول طب انا هكنترول عليها ازاي. حقيقة انت محتاج تشوف اللي انت عملته او اللي انت بتعمله قبل البلان نفسه، اللي انت محتاج تعمله قبل البلان او في خلال اطار البلان بتاعتك، وبعد كده تقدر تشوف انت هتقدر تكنترول على الكلام ده ولا لا. طيب خلينا كده ناخد يعني نقط كده اساسيه، علشان لما تيجي تعمل بلان لازم تكون فاهم ان انت وانت بتعمل البلان الدنيا بالنسبه لك لازم تكون مظبوطه بشكل معين، لازم تكون مظبوطه بطرق محدده. يعني لما تيجي تعمل البلان انت عندك اكتر من نوع في البلان، عندك اكتر من نوع في البلان. عندنا الجزء بتاع واحنا كده بنتكلم على البلان، عشان لما انت تبقى فاهم، لما تقول انا هعمل كنترول لبلان تبقى انت فاهم اني كنترول اللي هيتعمل على اني بلان. ما ينفعش انت تبقى عندك ميستيكس في حته البلان نفسها وبعد كده تقول انا هعمل كنترول. فخلينا كده نقول ان احنا عندنا في حاجه اسمها ماركتنج بلان، تمام؟ ماركتنج بلان دي المفروض بتشمل الاوبجيكتيف بتاعت الشركه، تمام؟ الاوبجيكتيف بتاعت الشركه، تمام؟ وبتشمل الاجزاء الاساسيه بتاعه الشركه اوفرول، كل حاجه الشركه محتاجه تعملها، كل حاجه از ماركتنج، سواء بقى الماركتنج ده بيعتمد على الديجيتال، تمام؟ او الاوفلاين، تمام؟ بلس الاوفلاين، تمام؟ يعني لو انت هتشتغل في الماركتنج وهتعمل بلان للماركتنج، لازم الماركتنج بلان اوفرول تكون متضمنه انا دلوقتي هحقق ايه كاوبجكتيف بالظبط، والاوبجكتيف دي كديجيتال وكاوفلاين هتبقى عامله ازاي. هل انا مثلا هعمل يوفط في الشارع وبعد ما اعمل اليوفط في الشارع اخد منها صور وانزلها على الديجيتال ماركتنج او السوشيال ميديا، ولا ان انا المفروض هشتغل العكس، ولا انا هشتغل هنا بطريقه وهنا بطريقه. المهم ان انت بتكنترول او بتدسكاس كده وبتشوف اللي انت هتعمله ايه في ماركتنج اوفرول، سواء ده ديجيتال او اوفلاين او ايا كان. طب يجي بعد كده الجزء بتاع الديجيتال، تمام؟ طب الديجيتال بلان، تمام؟ انت دلوقتي لما هتيجي تعمل الديجيتال بلان بتاعتك، هل الديجيتال بلان دي المفروض بتتضمن اي حاجه ليها علاقه بالماركتنج او هيجيبها منين؟ يعني انا دلوقتي عشان اعمل ديجيتال بلان لازم بجيبها من الماركتنج بلان. جبت على الماركتنج بلان قال لي والله انا محتاج يا محمود اعمل على الديجيتال مثلا مبيعات مثلا ب 100,000 جنيه، فخلاص انا كديجيتال بعمل في البلان بتاعتي ان انا محتاج اعمل بلان تتبني وتتنفذ عشان تجيب لي 100,000 جنيه، تمام؟ طب خلاص جدا. فانا هنا لازم اكون فاهم ان في فرق ما بين الماركتنج بلان والديجيتال بلان. دي ممكن تتضمن ايه اصلا الديجيتال بقى؟ يعني لو احنا هنتكلم عن الديجيتال هتتضمن الجزء بتاع الديجيتال، تمام؟ وممكن تتضمن معاه جزء السوشيال ميديا، تمام؟ طب هل انت لما هتيجي تشتغل على ده علشان الديجيتال بلان تتضمن السوشيال ميديا، ايه الفرق ما بين الديجيتال والسوشيال؟ لو انا بتكلم از سوشيال
يعني لو انا بعمل بلان، عشان في ناس بتلاقيها عامله سوشيال ميديا بلان وحاطه فيها جوجل اد وحاطه فيها مش عارفه تعمل ايه وحاجات كده تانية ملهاش علاقه بالسوشيال ميديا. خلينا نقول ان السوشيال ميديا هي كل البلاتفورمز اللي ليها علاقه، اي بلاتفورم ليها علاقه باي حاجه فيها شات. يعني فيسبوك فيه شات، اه ده سوشيال ميديا. انستجرام فيه شات، اه ده سوشيال ميديا. مثلا اليوتيوب ما فيهوش شات، ده مش سوشيال ميديا. تمام، ده مش سوشيال ميديا. جوجل اد في شات، ده جزء لا ما فيهوش شات، يبقى ده مش جزء تبع السوشيال ميديا، دي حاجه ملهاش علاقه بالسوشيال ميديا. طب مثلا لو انا هشتغل على الجزء بتاع مثلا الاس اي او، لو انا هشتغل اس اي او لا يبقى ده ملوش علاقه بالسوشيال ميديا. يبقى انا لو انا هعمل ديجيتال، لو انا هعمل ديجيتال بلان، لو انا هعمل ديجيتال ماركتنج بلان، يبقى الديجيتال ده بيتضمن سواء فيها شات او لا. خليني كده اقول لك، يعني ابسطها لك، سواء فيها شات او لا. تمام، طب لو انا بقى هتكلم بقى از سوشيال، تمام، لو انا بقى هتكلم كده كسوشيال ميديا، لا سوشيال ميديا، يبقى انا هعمل بلان بتتضمن بلاتفورمز كلها فيها شات. تمام، بلاتفورمز ايه فيها شات، خلاص. فخليك بقى فاهم ان، يعني هوضح لك بعض النقط كده اللي بقابلها دايما واحنا شغالين مينترنج مع الناس، اللي هو اقول له انت مطلوب منك ديجيتال ماركتنج بلان، فلاقيه جايب لي جزء من الماركتنج بلان حطه على جزء في السوشيال، حط الدنيا كلها داخله في بعضها، لانه مش فاهم الفرق. وحقيقي ده بيودي في حتت يعني مش تمام خالص. انت دلوقتي انا ممكن اعمل ماركتنج بلان بتتضمن الديجيتال بلان وتتضمن السوشيال ميديا، ممكن اعمل ديجيتال ماركتنج بلان تمام بتتضمن السوشيال ميديا، بس مش ممكن اعمل سوشيال ميديا بلان بتتضمن جوجل اد مثلا، لان السوشيال ميديا بلان مش بيكون فيها جوجل اد. تمام، دي نقطة كده أساسية ومهمة كان لازم تتوضح، عشان الناس لما تبقى بتتكلم على بلان تبقى فاهمة يعني إيه بتعمل بلان. البلان أنت عندك ماركتنج، عندك ديجيتال، عندك إيه السوشيال. طب عندك في كمان جزء كده مهم جدا، الجزء بتاع البيزنس بلان. تمام، الجزء بتاع البيزنس بلان، البيزنس بلان لازم أنت بتاخد منها التفاصيل بتاعة الماركتنج بلان. تمام، طيب هل أنا لازم أعمل كل ده؟ يعني انا لازم اعمل بيزنس بلان واعمل منها ماركتنج بلان واروح مطلع من الماركتنج بلان ديجيتال بلان واعمل السوشيال ميديا بلان؟ انت مش لازم تعمل كل ده، الا على حسب نوعيه الشركه اللي انت شغال فيها او البروجكت اللي انت شغال عليه. يعني مثلا احنا لو هنبيع اكسسوارز من عن طريق الايه انستجرام، خلاص انا مش محتاج اصلا اعمل ديجيتال بلان ولا ماركتنج بلان ولا بيزنس بلان ولا كل الكلام ده، انا سوشيال ميديا بلان انكلودنج الجزء بتاع الايه، احط فيها الجزء بتاع الانستجرام، خلاص الموضوع خلص. طب انا دلوقتي المفروض هشتغل مثلا على كل البلاتفورمز عشان هنبيع مثلا ملابس على كل البلاتفورمز وهعمل ويب سايت وكده، لا خلاص يبقى انت هتشتغل على ديجيتال بلان. طب انا هشتغل اوف لاين وديجيتال والموضوع كبير، خلاص يبقى انا هعمل ماركتنج بلان. طب انا محتاج البيزنس بلان في كل الاحوال، على حسب برضو وضع الشركه، هل هي لو ستارت اب لسه في البدايه ممكن تشتغل على بزنس موديل، لو انت مثلا لا الموضوع كبير وداخل في فوند او داخل في ان انت هتاخد انفست من حد او فلوس من حد عشان تشتغل بيها، لا انت محتاج تبني. فعلى حسب الكيسز، تمام، على حسب البروجكت نفسه بيقول ايه. فدي الستوري بتاعت الايه البلان، الستوري بتاعت البلان الخاصه بينا. طيب تعالى كده نقطه تانيه، او نتكلم على حته تانيه. لما انت هتيجي تشتغل على البلان والكلام ده، حاجه اساسيه جدا جدا لازم تخلي بالك منها الارقام. ودي يعني انا ممكن اكتبها لك بالبونت العريض، يعني بص الارقام مهمه جدا جدا لما تيجي تشتغل على اي بلان. لما تيجي تشتغل على اي بلان لازم تحط ارقام. ما ينفعش تيجي تقول لي، ما ينفعش تيجي تقول لي والله انا محتاج، بص انا هكتبها لك ايه يعني عشان بس ايه الناس تحس بمدى اهميه الموضوع، عشان الموضوع بيكون فيه هو ده محور الكلام اصلا، محور الموضوع كله، سواء الديجيتال بلان او الماركتنج بلان او اي حاجه ليها علاقه بالبلانز لازم يكون فيها ارقام. انا دلوقتي محتاج اعمل مثلا تارجت، انا محتاج اعمل تارجت وتارجت ناس عشان اعمل مبيعات. طب الناس اللي هتارجتها عددها قد ايه؟
تمام، العدد اللي انت هتترجته ده اصلا من بوتنشال اودينس قد ايه كارقام، سواء الناس اللي انت هتبيع هتطلع مبيعات عددها كام، عدد المبيعات اللي انت هتطلع ارباح كام. الارقام يا جماعه مهمه جدا جدا فوق ما تتخيل. اي بلان ما فيهاش ارقام ما تعتبرش بلان، تمام؟ انت لازم تحط ارقام عشان تبقى عارف، عشان بعد كده لما تيجي تحاسب نفسك وتيجي تعمل كنترول يبقى انت عارف انت سواء انت صح ولا غلط. طب انا دلوقتي جيت قلت والله يا جماعه انا محتاج مثلا اعمل مثلا عدد مبيعات، تمام؟ انا محتاج اعمل مبيعات، تمام؟ طب انت جيت قلت والله اخر الشهر انا عملت المبيعات دي، عملت 10 مبيعات، 10 بيعات، تمام؟ انا بعت، تمام؟ بعت 10 قطع، تمام؟ خلينا نقول كده مبيعات 10 قطع، تمام؟ خلينا كده نقول عايز ابيع، تمام؟ خلينا كده نتكلم ايه بالصيغه اللي بنشوفها في السوق من الكلاينتس وبعض النقط التانيه. خلينا ايه، انا عايز ابيع، حلو جدا. طيب انا جيت اخر الشهر قلت له والله احنا عملنا 10 قطع، بعنا 10 قطع، تمام؟ وجيت مثلا في بروجكت تاني قلت له والله، او جيت في شهر تاني قلت له والله احنا بعنا 100 قطعه، تمام؟ طب انا دلوقتي لما اجي احكم البلان اللي انا عملتها عشان عايز ابيع دي، لو انا قلت انا بعت 10 قطع يبقى انا حققت النجاح بتاعي، لو انا قلت ان انا بعت، لو انا قلت ان انا بعت 100 قطعه فانا برضو حققت النجاح بتاعي. فده كده انت مش عامل مقياس. طب انا هنا لو جيت قلت انا عايز ابيع، بص بقى لما نضيف الرقم ايه اللي هيحصل، انا عايز ابيع، تمام؟ خلينا هنا نكتب، انا هنا في انا عايز ابيع 50 قطعه، عايز ابيع ايه 50 قطعه. تعال كده نشوف 50، في حاجة مش مظبوطة. طيب خلينا نقول أنا عايز أبيع 50 قطعة، في حتة ال 50 قطعة دي أنت مش هيبان بالنسبة لك، هل أنت بايع هيبان هنا معاك، هل أنت محقق التارجت ولا لأ؟ أنت هنا مكنترول ولا لأ؟ طب ال 50 قطعة دول، هنا 50 قطعة، تمام؟ أنا هنا هاجي أقول لو أنا بعت 10 بيعات، لأ، هنا خلينا نقول مبيعات مثلا انا بعت هنا 50 قطعه، تمام؟ انا هنا 50 قطعه، انا بقى لما اجي في الاخر اعمل كنترول، جيت في اول 10 ايام، اول 10 ايام، تمام؟ رحت بايع في الشهر، تمام؟ طبعا هنا لازما برضو من ضمن الارقام على 30 يوم، حلو؟ طيب انا هنا 10 ايام، ال 10 ايام دول بعت في خلال 10 ايام، انا التارجت بتاعي 50، بعت 20 قطعه، تمام؟ لا يبقى انا مظبوط، انا كده ماشي مظبوط، وايه الدنيا بدأ يعني خلاص. لو جيت في ال 15 يوم بعت 15، بعت الباقي خلاص انا بالنسبه لي في السيف سايد. طب انا جيت في اول 10 ايام، تعالى بقى نمسح الايه ال 20 قطعه دول، جيت قلت والله انا بعت 3 قطع، لا هنا انت عندك حاجه غلط، هنا لازم انت تاخد اكشن وتعمل الكنترول بقى اللي احنا بنتكلم فيه عشان تعمل كنترول على الشغل بتاعك، تمام؟ طب هنا لو مفيش ارقام، لا انا مش هبقى عارف انا بايع ولا لا. فاكر انت من شويه قلنا ايه، انا بعت 10 ارقام بعت 10 قطع وبعت 100 قطعه، طب انا مش هقدر احكم هل انا صح ولا غلط، هل انا ماشي مظبوط ولا لا، لان انت مش محدد ارقام. طب هل انا لو قلت انا عايز ابيع 50 قطعه، تمام، وما حددتش عدد الايام قد ايه، طب ال 50 قطعه اللي انت محددهم دول عشان تبيعهم، انت ممكن تبيعهم في شهر، جيت في سنه بعت برضه نفس ال 50 قطعه، او وزعت 50 قطعه على سنه، فانت هنا مش ميجربل خالص، انت الدنيا بالنسبه لك ما فيهاش اكتر، ما فيهاش اصلا حاجه تظبط معاك الكنترول. الحكم هنا هيكون على ايه؟ على ان انا عندي 50 قطعه وانت ما بعتليش غير 10 قطع، ما بعتليش غير 50 قطعه، بعت لي 100 قطعه، فانت عامل جروس هايل، تمام؟ دي نقطه مهمه جدا. طيب في بقى سؤال تاني، هل البيزنس ده، تمام، بيتحمل الاوبجكتيف دي، تمام؟ انا دلوقتي علشان احط الاوبجكتيف دي، احط والله ان انا عندي هنا الاوبجكتيف ان انا ابيع 50 قطعه في الشهر، هل البيزنس ده مؤهل ان هو يبقى فعلا يبيع 50 قطعه ولا لا؟ تمام، يعني هو الناس اللي هيبيع لها عنده اويرنس، عنده قاعده عملاء، المنتجات بتاعته اسعارها مظبوطه، الكلام ده كله. فانت هنا نلخص الجزء ده في نقطتين كده ما بين قوسين، تمام؟ لازم تكون اهدافك
تمام. سمارت يعني ايه سمارت؟ يعني لازم أن تكون محدد الاوبجكتيف بتاعه البلان بتاعتك بشكل سمارت. انت عارف هتبيع ايه بالظبط، او هتحقق اوبجكتيف قد ايه بالظبط، في وقت قد ايه بالظبط، في ببادجت قد ايه بالظبط، مين اللي هيبيع. كل ما هتكون محدد كل حاجه بالارقام، الدنيا بالنسبه لك هتكون ايه؟ تمام. الدنيا بالنسبه لك هتكون تمام. النقطتين دول كانوا مهمين جدا جدا ان انت تفهمهم، علشان تبقى انت واخد على نفسك كونسبت انا هعمل ايه بالظبط والاوبجكتيف بتاعتها ايه، هعمل ايه بالظبط والاوبجكتيف بتاعتها ايه. لما انت تيجي تعمل الاستراتيجي او تعمل البلان بتاعتك، لازم بتشوف زي ما انا كنت بقول لك لسه من شويه، لازم بتشوف الكومباني اوبجكتيفز نفسها. الشركه نفسها عندها اهداف اصلا ولا لا؟ يعني الشركه اصلا عندها اهداف ولا لا؟ والله هي محتاجه تعمل الاوبجكتيف بتاعتها تكون ان هي تحقق عدد مبيعات، بلاش مبيعات، هي محتاجه توصل ان هي تعمل براندنج، بلاش براندنج، هي محتاجه تعمل براند اويرنس، تمام؟ محتاجه تبني الايدنتي بتاعتها. الشركه نفسها، انتوا يا شركه كده انا عشان اشتغل لكم ماركتنج، او انت يا شخص، او انت يا سمول بزنس، او انت يا ستارت اب، علشان نعمل لك ماركتنج انت محتاج توصل لايه؟ الاوبجيكتيف بتاعتك ايه؟ وما تنساش الاوبجيكتيف بالارقام، الاوبجيكتيف بالارقام. طب خلاص انا عرفت الاوبجيكتيف بتاعتهم، طب انت بقى هبتدي ابني كاستراتيجي بلان بقى ايه الحاجات الاوبجيكتيف اللي انا محتاج احققها عشان يوصل للارقام دي. والله انا محتاج ان انا اعمل 1 2 3 وابتدي احط الحاجات اللي انا هبنيها عشان احقق له التارجت بتاعه. والله انا محتاج ابني له ايدنتيتي من الاول، لان هو الدنيا بالنسبه له مش احسن حاجه. محتاج ان انا اعمل له ماركتنج. الاستراتيجي بقى اللي انا هعمل عليه الماركت نفسه، السوق نفسه ايه اللي حاصل فيه، تمام؟ فانت لازم تشوف الماركت في ايه، وتبني انت على اساسها الاوبجكتيف بتاعتك. لازم أن تكون عامل فانكشن بروجرامز كده وتاسكس ليها ديدلاين، تمام، وليها نتائج، تمام. احنا انت خلاص تعالى كده هكتبهم لك جزء تاني، تمام. لما انت علشان بقى كل ده علشان نوصل لنقطه واحده في الاخر، انا دلوقتي هعمل كنترول على البلان ازاي؟ لازم أن الشركه يكون عندها هدف، تمام. الشركه يكون عندها هدف، تمام. بعد كده تبني الهدف بتاع التسويق من السوق وارقامه، تمام، والبلان بتاعتك والخطه بتاعتك اللي هو الاستراتيجي بقى ازاي، يعني هنقول كده ازاي، تمام، ازاي انت هتقدر تحقق الاوبجكتيف دي. يعني انت دلوقتي هتقدر تحقق الاوبجكتيف دي ازاي، تمام. بعد ما انت خلاص فكرت في السوق وشفت الاودينس وشفت الماركت نفسه والكومبيتيتورز والناس دي كلها والكلام ده، هتحول كل الكلام ده لبروجرامز او بلانز تقدر تطلع منها التاسكس والديدلاين. الخطوات بقى، تمام، الخطوات بقى بتاعتك ايه، تمام، الخطوات بتاعتك والتاسكس والديدلاين بتاعتها، تمام. كل ده لازم تمشي عليه كده عشان تطلع في الاخر نتيجه. مشكلتنا ان احنا بنبص على الموضوع انا دلوقتي عايز اطلع اعمل كنترول. طب انت بقى بص على المشكله اللي مخلياك مش عارف تعمل كنترول، وبعد كده يبقى شوف انت هتعمل كنترول ازاي، تمام. فانت لازم تشوف المشكله الاول، نرجع خطوه كده لورا ونجيب التفاصيل من الاول. انت دلوقتي لازم، هل انت قادر تعمل كنترول وانت مش عارف هدف الشركه ايه؟ لا انا مش عارف هدف الشركه ايه، خلاص يبقى انت مش قادر تعمل كنترول. طب انت هتبني الهدف بتاع التسويق بتاعك ومن خلال السوق، هل انا والله الشركه بتقول لي انا محتاجه مثلا ابيع في اليمن، تمام، حلو جدا. طب انت هتبيع في اليمن، هل انت قادر بقى ان انت الجزء اللوجيستيك ده تظبطه؟ يعني انت فاتح خط ما بينك وما بين اليمن عشان تودي هناك، هل انت ليك موزعين هناك؟ هل انت هتوزع عن طريق الاونلاين؟ طب يعني التفاصيل ايه بقى؟ هل انت إيه، لا والله ده اليمن فيها مثلا مشكله، او فيها مثلا السوق هناك مش هيساعدك، او السوق هناك افيلبل انه يساعدك. انا بقى اشوف ده. طب الاودينس اللي هناك هيقدروا يشتروا منك بالارقام دي؟ طب المنتج بتاعك عبال ما يروح هناك هيستحمل درجه الحراره والتنقيل والمخازن وبلا بلا بلا ومده الصلاحيه والاكسباير ديت والكلام ده؟ ابتدي بقى اشوف القصص دي. طب خلاص انا لا الدنيا دي تمام وكل حاجه، ابني بقى خطوات بتاسكس وديدلاين.
يا محمد انت هتعمل كذا والديدلاين بتاعه كذا، بعدها يا محمود انت هتعمل كذا الديدلاين بتاعك كذا، وابتدي ابني ايه الاجزاء دي، وابتدي ابني الاجزاء دي عشان تكون انت فاهم الاجزاء دي بالنسبه لك هتمشيها ازاي او هتعملها ازاي. طيب بتسيت ايه بقى بعد كده تاني، ايه تاني اللي انت ممكن تقدر ان انت تعمله؟ البودجت بتاعتك والبرفورمانس بتاعتك ايه بالظبط؟ والله انا دلوقتي محتاج هصرف، تمام، هصرف كام، هصرف كام على الليله اللي انا هعملها دي كلها، والمفروض هبيع بكام وهكسب كام. جيت دلوقتي والله انا الاوبجكتيف بتاعتي ان انا اصلا في الاول ان انا ابيع 100,000 قطعه. طب انت ال 100,000 قطعه دول هبيعهم بكام؟ هتكسب كام؟ طب والله انا بعت ال 100,000 قطعه بس انا خسران، يبقى انا ما حققتش الاوبجكتيف. انا دلوقتي بعت ال 100,000 قطعه، صباح الخير، انا بعت لك ال 100,000 قطعه، القطعه بجنيه وهي اصلا قطعه مكلفه 5 جنيه، طب انا اوريدي ما كسبتش، يبقى انا ما حققتش ايه؟ النتيجه بتاعتي. تمام، فانت لازم تكون حاطط الارقام بتاعتك. كل ده بقى بيطلع عندك ايه في الاخر؟ بيطلع عندك الاجزاء بتاعت الكنترول. يعني انت لازم تجمع الحاجات دي وتمشيها بشكل مظبوط عشان بعد كده تقدر تطلع الكنترول بتاعك والبرفورمانس بتاعتك والاوبجكتيف بتاعتك تكون ميجربل، وتقدر ان انت تحقق الايه الكلام ده. تبقى انت فاهم الايه الاجزاء دي كلها، تبقى انت فاهم النوتس بتاعتك دي هتقدر تحققها ازاي، او تقدر ان انت تقدر تظبط الاجزاء دي كلها مع بعضها. طب هل انت البلانز بتاعتك ليها انواع؟ انت عندك كوربريت بلانز، انت ممكن تعمل بلانز على الديلز ما بينك وما بين شركه تانية. انا والله هنعمل ديل مع شركه تانية، دي نعمل لها بلان، لازم نشوف البلان بتاعت الشغل بتاعي انا والشركه التانية هتكون عامله ازاي، لازم تكون مظبط الكلام ده. عندك البرودكت لاين بلانز، انا دلوقتي شركه وعندي 3 انواع من المنتجات وببيعهم وزي الفل وتمام جدا، وهنخش بقى ببرودكت جديد، لازم تكون حاطط له البلان بتاعته، حاطط له الارقام بتاعته، قادر ان انت تفهم هل البرودكت ده قابل انه يتباع وتبني له بلان. عشان كده عندنا البرودكت لاينز بلان وعندنا البرودكت بلان. انا عندي لاين، يعني ايه لاين؟ يعني انا عندي 5 انواع من الماوسات، ماوس مثلا بتاع اللابتوب مثلا او كده، كل نوع منهم واحد طالع مثلا جيمنج، واحد طالع مثلا بيزنس، واحد طالع مثلا ليرنينج، انواع مختلفه، فكل ده لاين مثلا بيكمل بعض. عندي لازم ابني، ممكن اعمل فاينانشال بلان، لازم البلان بتاعتي بتاعت الميزانيه تكون مضمونه، تكون انت عارف انت هتبيع. والله انا هشتغل على البلان بتاعتي، فانا حاطط في البلان بتاعتي ان انا المفروض خلال سنه 12 شهر هبتدي اكسب من الشهر ال 13، فخلاص انا دي بلان حاططها. جيت انا في الشهر الخامس وما وصلتش لنقطه من اللي انا حققها، خلاص يبقى انا مستحيل في الشهر ال 12 اوصل للايه للهدف بتاعي ان انا ابتدي ابيع، ان انا سوري ابتدي اكسب. فهنا تقدر تعمل كنترول. طب انت مش هتقدر تعمل كنترول ليه؟ لو انت مش عارف، او لو انت مش حاسب الاجزاء بتاعتك، لو انت مش حاسب الاجزاء بتاعتك بشكل كويس، انت مش هتقدر تعمل كنترول، مش حاطط ارقام، مش هتقدر تعمل كنترول. تمام، طيب ده طبعا لازم، ده الجزء بتاع الاناليسز. تعالى بقى نشوف جزء معين كاستراتيجي. انت دلوقتي كل اوبجكتيف بتاعتك لازم ان يكون ليها استراتيجي، والاوبجكتيفز انواع. عندك الجزء بتاع الانترنال اوبجكتيفز والاكسترنال اوبجكتيف، وعندك حاجات بيرفورمانس بتقيس عليها معدل طلوعك. والله انا كنت واخد 1% من السوق، دلوقتي انا بشكل كبير جدا قدرت اوصل ل1.5%. تمام، 1 1.5 دي ما تستقلش بيها، ممكن يكون السوق اجمالا مثلا 50 مليون عميل، فانا واخد منهم 1.5%. تمام، فده بيبقى رقم انت ممكن تكون شايفه صغير بس هو في حقيقته رقم كبير. طب تعالى كده ناخد الجزء بتاع الاوبجكتيفز دي واسهلها لك كده بشكل بسيط عشان تكون فاهم الدنيا بتمشي ازاي، او فاهم الموضوع بيمشي ازاي. عندك الاوبجكتيفز انواع زي ما احنا قلنا. تمام، عندك لازم بتحدد دايركت اوبجكتيفز. يعني ايه؟ يعني مثلا انا عندي المفروض الماركت ليدرشيب
المنافسين ايه؟ انا مين المنافس قدامي؟ والله انا المفروض الشخص الثالث في السوق. طب عندي المنافس الاولاني وقع، فخلاص انا بدات ان انا اطلع قدام، بدل ما انا كنت محدد جزء معين، تمام؟ لازما، لا لازما ان انا لا محدد سنة كده صعب شوية. انت عايزني امسك شهر النهارده اجيب، تمام. على فكرة ممكن البلان تتعمل على شهر، ممكن تتعمل على نص 3 شهور اللي هو كوارتر، ممكن تتعمل على نص سنة، ممكن تتعمل على، بصوا يعني خلي الشات اللي عنده حاجة يبعتها في الشات وهنتناقش في الكلام ده أول ما يعني نخلص. فأنا دلوقتي عندي مين الكومباكتورز، تمام؟ طب التكنولوجي رايحة فين؟ هل احنا مثلا فاتحين مطعم، فالمطعم ده الكاشير بورقة وقلم، فلا لما بيحصل زحمة في رمضان ما بقدرش، الكاشير اللي واقف ما بيقدرش ان هو يخلص بسرعه، فاحنا محتاجين نتطور شويه نجيب مكنه كاشير يا جماعه، تمام؟ في حاجات تبقى محطوطه في البلان بتاعتك لقدام. سرعه الماركت نفسه، عدد الاسواق قد ايه، عدد الكاستمرز جروبز قد ايه، الباير بيرسون، انا عندي ببيع للطلبه وببيع للموظفين وببيع مثلا للستارت اب بيزنس، لو انا مثلا هفتح ويب سايت بيتكلم مثلا عن الماركتنج وبيتكلم مثلا عن البيزنس، فانا ممكن في طلبه يستفادوا مني، في مثلا موظفين يستفادوا مني كاداريين، وفي ناس ستارت اب. فدلوقتي كل الكاستمرز جروب دي عددها ازاي؟ وكل واحد فيهم قد ايه؟ طب عدد الكاستمرز ايه بالظبط؟ تمام؟ طب ايه الخدمات اللي اقدر اقدمها للناس دي، تمام؟ ككواليتي، ولا اقدر اقدم لهم ايه كخدمات عشان اخد بنفيتس عندهم؟ طب الحاجات دي اصلا، او الكلام اللي احنا عمالين نقوله ده، او الكلام اللي انا عمال اقوله ده مهم اصلا؟ يعني ده مهم؟ هل بقى انا اقعد اشوف السوق فيه قد ايه واخدم الجروب بتاع العملاء كل واحد قد ايه؟ الكلام ده مهم. طب مهم ليه؟ عشان تقدر تعمل كنترول قدام، تقدر تبقى فاهم انت واقف فين في السوق، انت موقعك فين في السوق. زي بالظبط كده لو انت جوه شركه، لو انت جوه شركه كموظف مثلا او شغال في شركه. انا مثلا شغال كونتنت كريتور، يعني انا هجيب لك الموضوع باكزامبل بسيط. انا لو ما شفتش انا واقف فين، مين فوقيه مين تحتيه، عدد الموظفين قد ايه، مدى تاثيري في الشركه، انا هدخل الشركه دي زي ما خرجت منها، هدخل الشركه زي ما خرجت منها، دخلت موظف وخرجت موظف. طب ايه بقى اللي يخليني اوصل ابقى اداري وامسك ليدر تيم وبلا بلا بلا والقصص دي كلها؟ لا، انت اللي هيخليك تكون في الكونسبت ده، او تكون موجود في الكونسبت ده، ان انت شفت مين فوقيك ومين تحتيك، مين جنبك ومين جنبك الناحيه التانيه. لازم انت تشوف موقعك فين في السوق نفسه، تمام؟ وده بيختلف، خلينا نقول ان ده بيختلف على حسب كل شركه وكل اندستري وكل مجال وكل لوكيشن. يعني انا لو ببيع منتج في امريكا فالمنافسه هتتغير تماما. طب لو انا ببيع مثلا في الصومال، مفيش، المنافسه هتختلف تماما. لو في مصر، المنافسه هتختلف تماما. فلازم انت تشوف انت وضعك فين عشان تقدر تحدد انت هتروح فين. واحد من الناس كان بيقول لي انا محتاج في خلال سنه اكون انا رقم واحد في مصر. واحد في مصر في اندستري كبيره بالحجم ده، وعدد عملائها كبير وعدد منافسينها كبير، انت بتحط ارقام وخلاص. يعني انت بتحط انا عايز ابقى اخر واحد في مصر، صباح الفل. طب انت شفت انت عدد الناس قد ايه اللي اصلا بيستفادوا؟ طب رقم واحد في مصر ده امتى اقول ان انا رقم واحد في مصر؟ لما انا اكون واخد اكتر من 50% من الماركت شير وببتدي احقق اعلى مبيعات. انما هل انت هتقدر تحقق ده؟ لا، ما اقدرش. خلاص، يبقى ما تقولش اي كلام وخلاص، تمام؟ طب انت هتعرف الكلام ده منين؟ وهتعرف ترد على الكلام ده ازاي؟ لما تبقى فاهم اصلا الدايركت اوبجكتيفز، انت وضعك ايه؟ الدنيا عندك ماشيه ازاي؟ تمام؟ حاجه تانيه كبلانز. طب انا دلوقتي هقدر اعمل كنترول على الكلام ده، هقدر اعمل كنترول على الكلام ده لو انا، او انا هقدر اعمل كنترول على الكلام ده لو انا مش فاهم انا فين اصلا. يعني انا دلوقتي انا مش عارف انا فين، انا مش عارف انا ببيع والدنيا ماشيه زي الفل. طب تمام، طب انت دلوقتي هتعمل كنترول ازاي؟ هل انت اتقدمت؟ هل انت اتاخرت؟ هل انت بتزيد؟ هل انت بتقل؟ هل السوق بيقفل عليك؟ هل السوق بيفتح عليك؟ حاجات كده لازم تكون انت فاهمها وعيل عشان تقدر تعمل كنترول، تمام؟ طب انا دلوقتي
احنا مالناش دعوه بالكلام ده كله. انا كل ده بالنسبه لي مش بفكر فيه، انا كل اللي بفكر فيه ان انا ازود ارباح البيزنس بتاعي. انا بقى طب حلو جدا، ارباح البيزنس بتاعك يعني بنتكلم في الجروس. يعني انا دلوقتي ده بقى ايه البرفورمانس، الجزء التاني. انا دلوقتي السيلز بتاعي بيبيع كعدد وحدات كل شهر 3 وحدات، او خلينا نقول مثلا وحدتين كل شهر، تمام؟ وحدتين يعني شقتين، فيلتين، عمارتين، او طبقين، دولابين، تلاجتين، اي حاجه بيتقال عليها وحده هي بتبقى برودكت ايتم واحده بتطلع، تمام؟ طيب انا دلوقتي المفروض بقى الشهر الجاي ازيد بنسبه قد ايه؟ والله انا كنت ببيع وحدتين، الشهر الجاي بعت كمان وحدتين زياده عن الوحدتين اللي انا كنت ببيعهم، فانت هنا الجروس بتاعك بيزيد. هنا اقدر اقول اه لا، انا بتطور، او انا اقدر اعمل كنترول. طب انا جيت الشهر اللي بعديه، تمام، مع اخذ في الاعتبار السيزونز وما الى ذلك، جيت الشهر اللي بعديه بقيت باخد، او بقيت بدل ما ببيع وحدتين بعت وحده واحده. جيت الشهر الثالث بعت برضه وحده واحده، الشهر اللي بعديه ما بعتش، لا انا كده عندي في الكنترول، لازم اخد كنترول هنا، لازم اشوف كنترول يعني ايه؟ يعني اشوف انا ايه المشكله فين عشان اقدر احلها، لان الجروس بتاعي معدل التطور بتاعي بيحصل في حاجه غلط. طب ده اعرفه منين؟ الفاليو اصلا اللي بتطلع منك، يعني ايه الفاليو اللي بتطلع منك؟ انتاجيتك عامله ازاي؟ يعني انا دلوقتي كنت كمصنع مثلا بيعمل ثلاجات، كنا بنطلع السنه اللي فاتت 100,000 قطعه، تمام، 100,000 ثلاجه. جينا السنه دي خطه الانتاج مطلعه لي 50,000، لان عندي في تكدس في المخزن. فهنا عندك مشكله، خلي بالك، في هنا عندك مشكله، لازم تعمل كنترول وتشوف السيلز في ايه، تمام. طب انت الفاليو اوتبوت يعني، طب دلوقتي انا بطلع كتير، كل شهر بطلع نفس ال 100,000 قطعه وبيتباعوا، لكن ما فيش بروفيت بيجي لي كبير، البروفيت ميرج بتاعي بيقل. كنت بكسب مليون، لازلت بكسب مليون، واحيانا اقل من مليون، يبقى انت عندك مشكله، تمام. فهنا تقدر تعمل كنترول. هنا الفكره في المعايير نفسها، انت بتطلع معايير، تمام، المعايير دي بتطلع بالارقام عشان تقدر تحكم بيها انا ببيع ولا لا، انا بكسب ولا بخسر، انا ماشي صح ولا ماشي غلط، تمام. طيب ايه تاني؟ الجزء تاني البروفيتابيلتي، اللي هو انت بتطلع او تقدر تقيس بمقياس تاني الريتيرن في الامبلويد بتاعك، الناس بتوعك، هل الناس بتوعك كويسين؟ الريتيرن بتاعهم، الشير هولدرز بتزيد، الناس اللي شغاله معاك. مثلا احنا دلوقتي بادئين شركه ومعانا ناس بتزيد عشان الناس الشغل بيزيد. يعني انا دلوقتي كنت شغال فاتح شركه، فكنت شغال مثلا واحد صاحبي، حلو جدا، لا يا محمد احنا محتاجين نجيب ناس، لان الدنيا عندنا الشغل كتير، واحنا مش عارفين نكستمايز الكلاينتس ونظبط الدنيا، فاحنا محتاجين حد تمام معانا يشيل معانا. طب هنا لا، ده خلي بالك هو ده معيار، ان انت عندك 3 عملاء بقى عندك 4 عملاء، فانت محتاج تجيب حد يشيل معاك الشغل. فهنا انت بتتوسع، هنا انت تقدر تعمل كنترول تجيب حد. طب والله كنت شغال انا ومحمد وفاتحين بيزنس والدنيا تمام وشغالين، بس حاليا بقيت انا شغال ومحمد مش شغال او ما بيسالش، فانا اللي قادر اشيل الشغل. لا خلي بالك هنا في الارم يا باشا، انت الدنيا بدات عندك تقع، تمام. هنا تقدر تعمل جروس، بدل ما كان عندنا 3 عملاء بقى عندنا عميل واحد وانا بس اللي بقيت اخدم عليه، فحجم البيزنس بيقل، تمام. لو لاحظت كل اوبجيكتيف الاستراتيجي بتاعتها والكنترول بتاعها بتتحكم بالارقام، مفيش ارقام مش تقدر تحكم، تمام. طيب الانترنال بقى، كل دي حاجات انت تقدر تعمل بيها كنترول، كل دي حاجات تقدر تعمل بيها ايه؟ كنترول. طب انت دلوقتي عندك انترنال، الجزء بتاع الانترنال، الافكتس بتاعتك ايه؟ السيلز، توتال سيلز بتاعك عامل ازاي؟ معدل المبيعات بتاعتك ومعدل الكوست بتاعك على السيلز بيزيد ولا بيقل؟ انت دلوقتي عندك كوست، هل الكوست بتاعك بيزيد ولا الكوست بيقل؟ الكوست ماشي مظبوط ولا مش ماشي مظبوط؟ الموظفين بتوعك بتستثمر فيهم؟ إيه والله احنا كان عندنا مثلا 3 ميديا باير، فاحنا محتاجين 2 ميديا باير كمان عشان حجم الايه الشغل
او الناس محتاجه تتطور. احنا عندنا 3 ميديا باير اكزامبل تاني، الثلاثه ميديا باير كانوا شغالين فيسبوك وجوجل ادز مثلا، حلو. الناس دي حاليا يا جماعه انتم محتاجين تتعلموا الاس اي او، لان احنا محتاجين نظبط الاس اي او، ومحتاجين ان احنا نشتغل سناب شات عشان بدانا نبيع لناس في السعوديه. فانت هنا في تطلبات بتحصل ان انت داخل سوق جديد، فبتطور من الكلاينت، من امبلويز بتوعك، الموظفين بتوعك بتطورهم. عندك في تطوير بيحصل، فما دام في تطوير بتحصل بقى انت هنا تقدر تعمل كنترول. طب انا دلوقتي يا جماعه احنا بنصفي في الشركه، هنمشي نص الموظفين علشان الدنيا عندنا مش تمام، فهنا في كنترول. هل انت بتمشي نص الموظفين؟ هل المشكله في الموظفين اصلا والعبء بتاعهم؟ طب هل هو ده الحل؟ طب انت هنا الكنترول بتاعك ايه؟ لا احنا كنا شغالين بماركتنج بلان معينه، والماركتنج بلان دي ما قدرتش تجيب الانكم بتاعها، فده بيخلينا ان احنا نمشي نص ايه في الموظفين. فهنا تفهم على طول ان الشركه دي الكنترول بتاعها بيبتدوا يحكموا اكتر عشان الدنيا بتثبت ايه منهم اكتر. طب عندنا جزء كمان، الجزء بتاع الاكسترنال، تمام. حتما ولابد لازم تلاقي نفسك في الحته من دول، لازم تلاقي نفسك في استراتيجيه من دول، ولازم تلاقي نفسك في اوبجيكتيف من دول، ايا كانت الاوبجيكتيف ايه، تمام. جزء السوشيال ريسبونسابيلتي، جزء الكوربريت، احنا دلوقتي بندي مثلا مينيتور، تمام، ككورسز، لا احنا بدانا نعمل كوربريت مع شركات، والشركات دي بدات تاخد جزء المينيتور لايه؟ للاول مثلا امبلويز بتاعتهم، كل الموظفين بتاعتهم. فهنا لا، هنا في مدام بيحصل كوربريت، مدام بيحصل اي نوع من انواع الكونكشنز، سواء لا والله احنا السنه الجايه نازلين معرض. ليه؟ لان احنا بدانا نتوسع، بدا يبقى عندنا مور برودكتس، بقى عندنا اكتيفيتيز كتيره. احنا جالنا دعوه من ايفنت كبير، والمفروض ان احنا بيقولنا ان هم هيتشرفوا ان احنا نكون معاهم ومش عارف ايه وكده، ودي هتبقى حاجه كويسه بالنسبه لهم. فاذا احنا بدانا نسمع في السوق، فبدانا ان احنا ننزل نكون موجودين، فانا بقيت موجود، بدات اكون موجود على الساحه. اي حاجه ليها علاقه بالكوربريت فهي بتاثر في السوشيال ايه ريسبونسابيلتي، النتيجه بتاعت وجودك المجتمعي، تمام. اتمنى الناس ما تكونش تاهت، تمام. الجزء ده مهم جدا جدا. الارقام مهمه، لازم تكون محدد اوبجكتيف احنا كل ده ما كناش في الماركتنج بلان اصلا ولا كل التفاصيل بتاعتها، احنا كل ده نتكلم ايه المشكله اللي بتخليني ما اقدرش اعمل كنترول، ان انت مش محدد الاوبجكت بتاعتك باركوم، ومش عارف ايه تقيسه بايه. انا دلوقتي لو مثلا هنتكلم على مستوى السوشيال، في الفايل بتاع ماركتنج نوت اللي كنا واخدينه امبارح او امبارح مش فاكر، كنا بنتكلم ان انت عندك اوبجكتيف معينه، عايز انجيجمنت، اوكي، انت صارف كام ومحتاج تجيب انجيجمنت بنسبه قد ايه؟ والانجيجمنت ده انت دي اوبجكتيف، الار او اي بتاعها ايه بقى، او النتيجه بتاعتها ايه، تمام. بمناسبه حته الار او اي دي، من الحاجات المهمه جدا 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 في من الحاجات المهمه جدا جدا في الشغل، وهتقابلكم بشكل كبير، وهتلاقي دي الحاجه الوحيده اللي بيفكر فيها الاونرز، انا محتاج ابيع عشان اجيب مبيعات كبيره، بس ما بيفكرش في اي حاجه، بيفكر في العائد بس، تمام. طيب هل في تدرج اصلا للكلام ده؟ انت لازم، زي ما كنا بنقول من الاول، انت لازم يكون عندك بزنس اوبجكتيف، وتحدد على اساسها ماركتنج اوبجكتيف، وتحدد الاستراتيجي اللي هتحدد بيها اللي هتنجح بيها الماركتنج ده. فور اكزامبل، انا دلوقتي عندي بزنس اوبجكتيف ان هو يعمل مثلا يعرف مثلا نيويورك مثلا، او خلينا ناخد اكزامبل في مصر مثلا، ان هو محتاج يجي له في مثلا هو بيبيع اونلاين، هو محتاج يجي له مثلا عدد مبيعات في اول فتره لسه هو طالع، خلال 50 اوردر، حلو. طب انا 50 اوردر، انا كماركتنج محتاج الاوبجكتيف بتاعتي بقى اوصل لكام عميل عشان احقق منهم 50 اوردر؟ اكيد مش محتاج احقق ان انا مثلا 50 عميل، لا، انا محتاج 200 عميل، 300 عميل عشان الفانل بتاعي يصفي على 50 عميل. طب ايه الاستراتيجي بقى؟ الاستراتيجي بقى اللي هجيب بيها ال 150 وال 200 عميل، تمام. هنا بقى الاستراتيجي اللي هي الطريقه،
والله انا هنزل اعلانات على فيسبوك، هعمل مثلا ديلز مع مطاعم، مثلا هعمل ايه بقى الطرق بقى اللي هتجيب بيها العملاء دول؟ هدخل مثلا على الجروبس بتاع التليجرامز وابتدي اكلم الناس، هعمل ديل مع شركه تكون حجمها كبير وابتدي اقنعها، ولو اقنعتها يبقى انا عملت ديل كويس، فهقدر اغطي النسبه بتاعتي كلها من كلاينت واحد. هي دي نفس الفكره، فانت بتشوف الانكريز اصلا بتاع الشركه عشان تعمل لها امبروف اصلا في البروفيت بتاعها، وبعد كده بتمشي على الستيج بتاعت انت هتنكريس سيلز ولا هتظبط الكوست. لا احنا هنعمل الاثنين. طيب انا لا هانكريس سيلز، طب الانكريس سيلز بقى انت محتاج تزود الشير بتاعك، الماركت شير بتاعك، وتخش جوه ماركتس مختلفه. طب انا دلوقتي خلاص الاستراتيجيه بتاعتي هتعتمد ان انا هدخل ببرودكت ليها افيلابيلتي ان انا انزل بيها اعلانات وجاهزه، تمام، عشان اقدر ان انا ايه اجيب فلوس واحقق عدد الاوردرات. فانت شوف الاطار كله بيتكلم في نفس القصه، البيزنس اوبجيكتيف، الماركتنج اوبجيكتيف، وتبني عليها استراتيجي بالارقام بتاعتك. بس ده كل الجزء بتاع الكنترول ده اللي انت محتاج تفوكس عليه وتشوفه جوه ايه الكنترول. طب ايه ازاي بقى تقدر تعمل ده؟ يعني الاستراتيجيز بقى ممكن تعملها ازاي؟ انت عندك محتاج تمبروف كل حاجه بتاعتك، فانت ممكن تدور على عملاء، ممكن تدور على يوزرز جداد، تنكريز الريت بتاع اليوزنج، الناس تعمل لها ابديت جديد، تمام. لو انت عايز تنكريز بقى او انكريز يعني تزود او تمبروف او تزق او تعلي، تمام، الكوست بتاعك، تظبط الكوست بتاعك بتاع الفاينانس، ان انا والله بدل ما كنت بنتج القطعه ب 2 جنيه لا انا ظبطت مثلا مع السبلاي تشين بخامات مختلفه، مطلع نفس المنتج بس بجنيه ونص، تمام، فكده انت عملت فرق بس من حته تانيه، تمام. تظبط الكوست بتاع شغل الماركتنج، تظبط مثلا البرايس بتاعك، تعمل اوفرز وما الى ذلك، تمام، عشان تقدر تحكم. وما تنساش زي ما قلت لك تشتغل بحته ايه الارقام طبعا، مع الجزء بتاع الماركتنج ميكس والقصص اللي احنا عارفينها دي. طيب عندك الموضوع بيمشي ازاي؟ انا دلوقتي حلو انا هشتغل بالارقام ومش عارف ايه والقصص الجميله دي كلها، الموضوع بقى بيمشي ازاي؟ دلوقتي عندك لازم ان يكون البلان بتاعتك فيها ايه اكشن، تمام. الاكشن ده بيكون بيتضمن نقط مهمه جدا، لازم ان يكون الاكشن ده بيتضمن الاسعار، تمام، وبيتضمن طبعا الماركتنج ميكس، تمام، الاعلانات اللي انت هتشتغلها، تمام، وبيتضمن الاماكن اللي هتبيع فيها، تمام، بيتضمن الاسعار، قلنا بروموشن وقلنا بليسمنت وقلنا برايسنج وقلنا ايه تاني، في حاجه كمان المفروض في الماركتنج، في حاجه كمان البروموشن، هم اربعه، البروموشن والماركتنج، لو حد منكم انا مش فاكر، كانت البروموشن والجزء بتاع البرايسنج والجزء بتاع هفتكرها واقول لكم. البروموشن في حد افتكرها، البرودكت صح جدا، والجزء بتاع المنتجات. عاش جدا يا محمد احمد، مش عارف مين، محمود، تمام يا محمود. فانت لازم تظبط الاجزاء دي كلها، علشان انت تبتدي تظبط الاجزاء دي لازم أن تكون انت في الاوبجكتيف بتاعتك حاطط الحاجات دي بالارقام بتاعتها، وتبني على الكلام ده اكشن بلان. يعني ايه اكشن بلان؟ يعني مين هيعمل ايه فين ازاي، تمام. تعالى كده ببساطه جدا، مين هيعمل ايه فين وازاي، ببساطه خالص، دايما الجمله دي كده بنقول مين هيعمل ايه فين وازاي. اول حاجه هنعمل البلان، مين هيعملها؟ محمد. طب بعد ما يعمل البلان هيبتدي يكونكت معانا ونراجع مثلا مع محمود الجزء بتاع الفاينانس لان هو محاسب. طب بعد ما رجعنا الفاينانس نبتدي ننزل للناس. طب الكلام ده يكون بتوقيت، بوقت، بديدلاين. الاكشن بلان مهمه جدا جدا ان هي تساعدك في حته الكنترول. طب انت عملت الجزء بتاع الاكشن بلان وحطيت فيها التارجت ماركتس وحطيت فيها الماركتنج ميكس، بتعمل امبلمنتيشن، خلاص انا كتبت الكلام ده ببتدي انفذ.
وانت شغال بتنفذ، وانت شغال بتنفذ لازم بتعمل ايفالويشن، لازم بتعمل كنترول على الموضوع. والله دلوقتي المفروض كنا ننزل للناس عشان نعمل ديل من اول واحد اتنين، من اول مثلا واحد واحد لحد 30، لحد مثلا 20 واحد. حلو، طب احنا دلوقتي جينا مثلا يوم 15 وما عملناش اي حاجه، لا انت كده عندك في الدنيا في الضياع، وعندك محمد ما التزمش بشغله وهو كده عنده مشكله. يا جماعه احنا لازم نقعد نشوف المشكله فين عشان نكنترول على الشغل بتاعنا. احنا عندنا في البلان كاتبين ان يوم 10 المفروض محمد هيقعد مع عملاء جداد علشان يقنعهم ويبتدي يطلع من العملاء دول يبيع مثلا وحدتين على الاقل. تمام، فهنا ده ما حصلش، احنا هنا محددين بالارقام. طب احنا لو قلنا المفروض ان احنا نقعد مع عملاء جداد الفتره الجايه، تمام، طب الفتره الجايه دي اللي هي معناها ايه؟ يعني لما امتى يعدي نقول ان احنا عندنا مشكله ولازم نكنترول؟ لا ما فيش، خلاص يبقى انت كده عندك الدنيا هتفضل ولا كنترول ولا ايفالويشن ولا اي حاجه. طب والله احنا عملنا ديل، بس الديل اللي تم حصل ديل واحد بس، لازم اعمل ايفالويشن بقى، ايه اللي خلاني ما اعملش ثلاثه ازيد؟ ايه اللي خلاني ما اعملش اللي انا متارجته اثنين؟ وابتدي ايفالويشن الكلام ده، اشوف التفاصيل بتاعت الكلام ده فيها ايه بالظبط. تمام، نيجي بقى للحته المهمه جدا، انت الليفلز بتاعت الكنترول اصلا، يعني انت عندك ليفلز. تمام، الليفل بتاعت الكنترول او المستويات بتاعت الكنترول مختلفه. تمام، لازم تركز في الاول على الاستراتيجي بتاعتك، هل انت عامل كنترول على الاستراتيجي؟ الاستراتيجي بتاعتك مظبوطه؟ المانجمنت بتاعك مظبوط؟ الناس اللي بتمانج الاجزاء بتاعت الشغل بتاعتك مظبوطه؟ هل هم مظبطين الجزء بتاع المانجمنت والفاينانس اناليسز والتراكنج الخطوات بتاعتك والماركت شير والكلام ده كله؟ اه هم مظبطين الكلام ده، خلاص يبقى انت هنا عامل كنترول على المانجمنت، عامل كنترول ايه؟ على المانجمنت. طيب عندك ايه تاني بتعمل عليه كنترول؟ الجزء بتاع البروفيت. انت دلوقتي هل المانجمنت واحنا مظبطين الدنيا وماشيين تمام وكل حاجه بالنسبه لنا زي الفل وماشيين كل حاجه، طب هل بقى في عوائد بتيجي؟ يعني هل انا بيجي لي نتيجه من الكلام ده كله؟ تمام؟ لا انا ما بيجيليش اي نتيجه، يبقى انت عندك هنا حته محتاج تظبطها. السايز بتاعتك، البرودكت لازم تشوفه، الكاستمر جروبس بتاعتك لازم تشوفها، هل الجروبس اللي انت شغال عليها او زي ما بنقول الباير بيرسونا بتاعتك مظبوطه؟ انت مظبط الباير بيرسونا بتاعتك ولا لا؟ تمام؟ طب ايه تاني ممكن انت تشوف الاجزاء بتاعتك وتعمل عليها كنترول؟ مدى التأثير اللي انت بتعمله، هل انا شغال بشكل مظبوط وبأثر فعلا في الشغل، بأثر في العملاء، بعمل سيلز كويس، بعمل بروموشن كويس، الحاجات اللي انا بعملها بتأثر في المبيعات؟ يعني انا عملت اعلانات أثرت في المبيعات؟ لا ما أثرتش، يبقى انت عندك مشكلة. أثرت في المبيعات؟ اه أثرت. بنسبة كام؟ والله احنا كنا نعمل اعلانات ب 10,000 عشان تجيب لنا 20,000، تمام، بعدد مثلا 50 قطعة. تمام، فانت هنا لا انت مظبط ايه الجزء ده. عندك الجزء بتاع الاستراتيجيك كنترول، تمام، زي ما قلت لك الجزء بتاع الافكتيف بتاع الماركتنج، اصلا انت شغال في الماركتنج بتعمل تاثير ولا لا؟ في اكتر من مستوى، تمام، بيتلخص ما بين ان انت البروفيت اللي داخل لك ايه كبروفيت اصلا داخل لك ايه، والجزء بتاع الكنترول بتاع الانيوال، تمام، الاوبريشنال زي التنظيم والتنسيق وما الى ذلك، والاستراتيجي بتاعتك. يعني انت عندك ثلاث محاور، الاستراتيجيه اللي انت بانيها ماشيه تمام ولا لا؟ اه ماشيين بالديدلاين كويس جدا جدا. طيب هل جزء التنفيذ الناس كلها بتنفذ بالنتائج المطلوبه؟ اه الناس كلها بتنفذ بالنتائج المطلوبه. طب النتائج اللي بتيجي دي هي افكتيف اصلا وبتاثر فينا؟ اه بتاثر فينا. خلاص حلو جدا، يبقى انت كده عامل كنترول كويس، لقيت في حته منهم فيها تاثير، لقيت في حته منهم فيها تاثير، يبقى انت كده عندك ايه؟ مشكله. طب الخطوات ايه بقى؟ يعني انت دلوقتي كل ده خدنا بالنا منه زي الفل. اول حاجه لازم بتسيت الجول بتاعتك، الاهداف بتاعتك ايه؟ بعد ما عملت الاهداف بتاعتك ايه الحاجات اللي انت حطيتها عشان تبني عليها؟ تمام؟ المقياس، يعني مثلا انا دلوقتي التارجت بتاعي ان انا ابيع 100 قطعه، تمام؟ في الماركتنج بلان بتاعتي، طب انا دلوقتي
امتى اقول ان انا هبتدي اتحرك؟ لا، انا لو عدى عليا في خلال الشهر ال 100 قطعه اللي انا هبيعهم دول، عدى اول 10 ايام وما بعتش اكتر من 40 قطعه، يبقى انا كده هبتدي اتحرك، لان انا كده عندي المقاييس بدات ايه؟ بدات تروح. تمام؟ طيب انت دلوقتي عندك الخطوات اللي بعد كده، ايه الحاجات بقى اللي انت هتعملها لو ده حصل؟ ايه الحاجات بقى اللي انت هتعملها؟ ايه الاوديت اللي انت ايه الاكشنز اللي انت هتاخدها؟ انا دلوقتي خلاص انا عندي في مشاكل، فانا هاخد اكشن. ايه بقى الاكشنز اللي انت هتعملها؟ لا والله ده انا هشوف النتائج ايه، وابتدي احاسب المسؤول عن الماركتنج، وابتدي افهم منه، ونبتدي نعدل. تمام؟ ده كله بنعمله في جزء الجزء بتاع الكنترول. زي ما قلت لك، لازم يكون، هنلخص الجزء ده، يكون عندك ارقام واضحه، تكون حاطط بلان بشكل مظبوط، تعمل كنترول على الفور ستيجز اللي احنا قلنا عليها، او على المثلث بتاع الستيجز بتاعتنا. لازم تكون الاوبجيكتيف بتاعتك واضحه وصريحه، وتقارنها بالامبلمنتيشن دايما عشان تعمل ايفالويشن وكنترول بتاعك. لازم تكون انت محدد بالظبط البيزنس جولز والاوبجيكتيف بتاعت الماركتنج عشان تقدر تبني عليها استراتيجي. لازم الاوبجيكتيف بتاعتك تكون في يا اما اكسترنال يا اما انترنال، يا اما تكون بيرفورمانس، يا اما تكون دايركتلي حاجه من الحاجات دي، سواء هي بتسبورت في الجولز او في الافكتيف او في الماركتنج، سرعه وجودك في الماركت والكلام ده كله. و لازم طبعا تكون انت عامل اناليسز كويسه للماركت. انا كده بالنسبه لي قدرت اوضح لكم، او قدرت اقول لكم الكام نقط اللي احنا، او كام نقطه اللي انا المفروض كنت محتاج اتكلم معاكم فيها النهارده. فانا ممكن اشوف لو في حد عنده سؤال. خلينا، كان في حد بعد حاجه عبال ما بقيت الناس اللي عنده سؤال يفتح المايك. مش عارف، منى بتقول كده سنة كده صاحب الشغل هيطردنا، ده عايزني امسك شغله النهارده اجيب له مكاسب بكره. بصي، هو ممكن تمسك شغله النهارده وتجيب له مكاسب بكره، دي ما فيهاش مشكله، بس على حسب البيزنس كيس بتاعته. هو شغال وبيبيع، خلاص اوكي انا هكمل وهجيب لك بقيه مبيعات، وابتدي مع الوقت اعلي لك المبيعات. هو اصلا ما بيبيعش، خلاص يبقى انا محتاج اشوف هل انت عندك اودينس، نبني الاودينس الاول ولا ايه. لازم اشوف المرحله، زي ما كنا بنتكلم قبل كده يا منى. انا دلوقتي عندي مرحله الاورنس، هل الناس عندها اورنس اصلا بالمنتج ولا لا؟ وبعد كده بشوف المرحله بتاعت الانجيجمنت، هل الناس اصلا بتتفاعل مع المنتج وفاهماه وعارفاه وحافظاه وعارفاه ولا لا؟ هل بعد كده اشوف المرحله الثالثه، مرحله الكونفرجن، هل الناس اصلا بتقدر ان هي تعمل كونفرجن وتشتري ولا لا؟ هو اصلا ما عداش بالمرحلتين الاولانيين، خلاص انا مش هقدر اجيب لك مبيعات بكره، الناس مش عارفاك، هبتدي قول له كده. دلوقتي انا باجي اقول لك خد ايفون، هتشتري ولا لا؟ تمام، لو انت عايز لا هتروح تشتري، خلاص انت فاهم. جيت دلوقتي قلت لك خد مثلا موبايل سي سي، مثلا ايه موبايل سي سي ده؟ انا هشتري موبايل ما اعرفش ده بتاع ايه، ولا بيتباع منين، ولا الكلام ده كله، لا مش هشتري. فخلاص هو فور كيس، يعني انت الكيس بتاعتك ايه، وبيز اون نبتدي نشوف الدنيا بالنسبه لك رايحه فين يعني. تمام، خلينا كده نشوف تقريبا مين تاني، في حد عنده سؤال تاني من الناس اللي هنا؟ خلينا نشوف. اوكي تمام خلاص. ايه عموما، او في سؤال جه اهو، هو لو همسك ماركتنج مصنع شغال على برودكت مناديل، و برودكت مناديل وايبس ومعطرات جو، المفروض اني عملت له ماركتنج بلان، بس كل المنافسين مش شغالين سوشيال ميديا، انا المفروض هشتغل له سوشيال ميديا بس، فهل هيكون مناسب اني انزل معاه سوشيال ميديا على طول؟ بص هقول لك على حاجه، هو يعني ام شور ان في ناس شغاله سوشيال ميديا، يعني حاول تدور تاني. دي نقطه. النقطه الثانيه، طبعا ابتدي سوشيال ميديا عادي جدا، ابتدي دايركت سوشيال ميديا، بس هتبتدي دايركت سوشيال ميديا ما تبتديش انكريس سيلز على طول، لازم تاخد فتره اويرنس علشان الناس تبتدي تعرفك وتشتري منك. ولما تعمل اويرنس الناس هتيجي في الشات، او هتيجي في الـ هتيجي ناس نسبه ما تقول لك طب احنا عايزين نشتري، نجيبه منين؟ تمام؟ فخليك محضر دايما اجابه السؤال ده، اجيبه منين؟ لا انت عندك حد بتاع دليفر واحنا ممكن نوصل لك. تمام؟ او تكون متواجد في اماكن معينه. تمام؟ او تعمل مراكز انت تكون بتنزل فيها وتحول الناس على هناك. يعني مثلا انت نزلت، مثلا نزلت ال 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 ال
اللهم صل على النبي، نزلت المنتج بتاعك مثلا في مطروح مثلا وعند واحد، وفي القاهره عند واحد، وفي اسكندريه عند واحد، اعمل اويرنس للناس دي بس، تمام؟ بعد ما تعمل اويرنس لفتره ما، ابتدي حول الناس اللي يجي لك على هناك، تمام؟ فخلي بالك ان في ناس هتيجي تسالك تقول لك اجيبك منين؟ وفي نفس الوقت ما تديش، ما تعتمدش على انكريس سيلز دايركت، ابتدي اعمل اويرنس للمنتج بتاعك وهيئ الناس ليه، وابتدي اعمل تفاعل مع الناس، الناس تعرفك تفهمك تحفظك، تبقى واخده باك جراوند عندك، بعد كده تروح تشتريك عادي جدا. فاه لا انت انزل على السوشيال ميديا بشكل كبير، ولما تنزل خلي بالك على السوشيال ميديا، خلي بالك لما تنزل ابني كويس جدا جدا، انت نازل ازاي؟ هل انا نازل ابني كلاينت الاول؟ طب انا مظبط الايدنتيتي بتاعتي؟ هل انا مظبط الشغل بتاعي مع العملاء بتوعي بشكل مظبوط؟ لو اللي هم بالنسبه لك ديستريبيوشن او موزعين، اه مظبط الدنيا خلاص، يلا يا جماعه ننزل سوشيال ميديا، تمام. طيب احمد بيقول ماركتنج بلان، اه اوكي ممكن. بص يا احمد مفيش مشكله، ابعت لهم على البيج، واي حد من المودريشن هيبعت لك الماركتنج بلان عادي، ما هي موجوده اصلا. تمام. انا بشتغل حسين، انا بشتغل العفو. احمد كان بيقول لي شكرا، شكرا يا ياسر، العفو، تسلم، ربنا يخليك. انا بشتغل دروب شوبينج وعندي ويب سايت، هل المفروض اخصص جزء من البادجت للاورنس؟ ولو هعمل ده المفروض يكون كام من البادجت؟ بص هقول لك على حاجه يا حسام، احنا في حاجه كده بنلعبها في حته الاعلانات لما بننزل. مبدئيا انت اويرنس ده هيكون كام؟ هيكون بناء ان انت هتارجت كام من العملاء. انت بتعمل دروب شوبينج لمنتج ساعات، تمام؟ منتج الساعات ده كام من الناس انترستد بيه اصلا، وانت هتاخد كام من الناس دي؟ والله انا لقيت الناس اللي موجوده مثلا على الانترنت وانترستد بالساعات حوالي 1,000,000 شخص، طب انا هاخد منهم نسبه كام؟ والله انا هاخد منهم نسبه مثلا 1.1%، هبتدي بالنسبه دي. حلو، النسبه دي المفروض انا اشوف انا عشان اوصل للنسبه دي المفروض واعمل لهم اويرنس هدفع كام؟ از يعني كبيد استراتيجي، ايه الاودينس عددهم كام؟ وبناء عليها بحدد البادجت اللي انا احطها كام؟ تمام؟ طيب لو انا لقيت ان البادجت اللي انا هوصل للاودينس دول كبيره وانا مش معايا ده، بشوف انا الفلوس اللي معايا كام؟ وابتدي ان انا احطها، اللي انا هبتدي اشتغل بيه وابتدي احطها واشوف هتجيب لي كام من العملاء، وابتدي اشتغل على هذا الاساس. فانت لازم تعرف الاودينس انت هتاخد منهم كام. انت معاك مثلا، انت معاك قدامك حته تورتايه، انت هتاخد منها حته. طب الحته دي اللي انت هتاخدها دي اصلا يعني قد ايه؟ تمام، والله الحته دي بمبلغ معين، خلاص انا مش معايا غير الحته دي، فتاخد على قدك، انت فاهم قصدي؟ وفي نفس الوقت انت هتخصص يعني البادجت قد ايه للاورنس، على حسب برضو الاودينس بتوعك ايه. انت ممكن يكون توتال اودينس بتوعك 1,000,000 شخص، ممكن يكون 2 مليون، ممكن يكون 10,000 شخص اصلا، تمام. الاريا اللي انت بتبيع فيها الماركت شير بتاعك قد ايه، وبناء عليه شوف انت هتوصل للناس دي ازاي بناء على الاستراتيجيه بتاعتك. انت ممكن تكون الناس اللي انت عايز توصل لها توصل لهم عن طريق الايميل ماركتنج، فانت اوريدي ممكن يكون البادجت بتاعك قليله جدا، تمام، وفي نفس الوقت توصل لاودينس كتير، تمام. فانت شوف الاول الناس اللي انت عايز توصل لها دول مين وقد ايه، وبناء على العدد بتاع الناس ده شوف انت العدد ده هتوصل له باني طريقه، فهيطلع لك ده هيكلفك كام. انا دلوقتي محتاج اوصل لمليون شخص، طب اوصل للمليون شخص دول عن طريق الفيسبوك؟ اه. فالمليون شخص اللي هوصل لهم في الاريا دي او في النيتش ده هيوصلني بكام؟ بمبلغ كذا. طب انا مش هشتغل عن طريق فيسبوك، هشتغل ايميل ماركتنج، لا فهيبقى المبلغ كذا. طب انا مش هوصل لمليون، انا هوصل ل 500,000، فهيبقى البادجت كذا، تمام. فانت حاول تشوف الاودينس والماركت شير اللي انت هتاخده قد ايه، وكمان الواي اللي انت هتاخده، الاستراتيجيه اللي انت هتبني بيها ايه، وبناء عليها هتحدد النسبه بتاعتك او الفلوس اللي هتدفعها كام، تمام. تمام، ارجو اكون قدرت افيدك يا حسين. ماشي اوكي. ياسر، تسلم يا ياسر، ربنا يخليك. تمام خلاص. لو حد بقى عنده سؤال تاني بعد كده ممكن يبقى يبعته على الايميل في اي وقت، وان شاء الله الجمعه الجايه نتقابل وزي ما عادنا كل يوم جمعه، واشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله. خلينا نشوف كده في تسلم يا حسام، والناس اللي محتاجه تشوف الميتا بتاع النهارده تاني ممكن تبقى تشوفه على اليوتيوب.
تمام، أشوفكم على خير إن شاء الله، وتصبحوا على خير. ممكن أنا